قصص صغيرة بتخلينا نحافظ على حياتنا وعلى البيئة، مش بس كرمالنا، كرمال الأجيال اللي جاية. دايما فينا نشتري بذور ونزرعها بأي تربة على طريقنا. هيدي البذور ممكن تصير شجر بيوم من الأيام، ولو نحنا ما شفناها، اللي جايين أكيد حيشوفوها. ولو راجع من الشغل وتعبان، ما تركب بالسيارة، جرب تروح مشي على البيت، حتوفر طاقة واستهلاك للمحروقات، وطبعا مفيد كتير للصحة. دايما فينا نوفر باستهلاك المي على قد الحاجة، مضروري لوقت طويل. الدفع أونلاين بيساعد كتير على عدم استعمال الورق بكافة أنواعه. لما نوصل لعام 2040، نسبة كبيرة من أطفال العالم حيعانوا من نقص خطير من المياه.